اكيد زي ما بنتكلم على البطوله الافريقيه مش ناسين طبعا نادينا العظيم النادي الاهلي وبعثتنا اللي وصلت من نص ساعه لدبي اللي طبعا للمحفل العالمي الكبير ان شاء الله في كاس العالم واللي هيقام ان شاء الله في ابو ظبي. من خلال طبعا حلقتنا ان شاء الله هنتابع وصول بعثتنا، وعندنا كمان الجماهير المصريه الكبيره اللي بتساند النادي الاهلي في اي مكان. النادي الاهلي لو حتى راح جزر القمر هتلاقي جماهير النادي الاهلي موجوده، ما بالك طبعا في طبعا البلدان العربيه الشقيقه. دي طبعا صوره موجودين لسه في طبعا الباص الخاص بانتقال اللعيبه من المطار، كلنا شايفين اللعيبه، الاجراءات الاحترازيه موجوده، يا رب السلامه لكل اللاعبين. وزي ما بقول لحضراتكم كمان يا محسن، محفل عالمي النادي الاهلي عودنا أكيد. عود جماهيره ان هو يكون متواجد في هذا الحفل اللي بيقام طبعا كل سنه، وان شاء الله باذن الله نعمل حاجه رغم الظروف صعبه اكيد. طبعا يعني انا كنت عندي يقين كده ان النادي الاهلي كان بيعينه على لما خد دور الابطال العشره على حساب كايزر شيفز، كان عينه بقى ان ياخد مركز متقدم عن الثالث، خلاص لم يقعد يشفع للنادي الاهلي او يشبع رغبه النادي الاهلي انه يبقى المركز الثالث، لكن شاءت الظروف انه يحصل الدروب ده. وبصراحه حسنا فعل جمهور الاهلي قبل اداره الاهلي ان هي متقبله، ما حدش قال بقى ايه المنتخب واللعيبه، لا خلاص كل الناس لا، ومسانده زي ما انت شايف يا محسن، مسانده جماهير النادي الاهلي موجودين في اي مكان في العالم، ما فيش شك طبعا ان احنا جماهير النادي الاهلي زي ما بقول لك طبعا جماهير يعني بتحب الكوره بتحب ناديها، وشايفه اكيد شايفه الظروف الصعبه اللي بيمر بيها أكيد. النادي الاهلي من اصابات وغيابات و طالما يعملوا اللي عليهم يا كابتن زهر قلت ده اللي بتكلم عليه، الشباب الصغير ده ما هو في كاس الرابطه نال استحسان الجمهور حتى رغم لسه شباب صغير ما حدش عارف اسمائهم، لكن الناس قال لك حتى الجينات موجوده بيقطعوا عشان يتعادلوا في الدقيقه مش عارف كام ويعملوا، والشباب صغير، فده شيء جميل جدا كون ان هم يبقى موجود النهارده حتى لو لم يوفقوا لا قدر الله. على الاقل ياخدوا كمان خبرات يا محسن يعني بالزبط. حتى لما بنتكلم على الخبرات طبعا اكيد الاجواء هتبقى اجواء رائعه اكيد في ابو ظبي، واكيد هتلاقي مدرجات الاستاد مليانه بجماهير النادي الاهلي، واللعيبه اللي شايفينها قدامنا دي لعيبه صغيره لكن زي ما شفناها في كاس الرابطه لعيبه عن لابسه تيشيرت النادي الاهلي. لا بالظبط، ودي فرصتهم يعني. شوف النهارده في المنتخب مثلا واحد زي احمد فتوح مثلا وقف خطوره اشرف حكيمي، واشرف حكيمي اغلى مدافع في العالم، ريال مدريد، انتر ميلان. لا انا كمان اكلمك بقى على محمد عبد المنعم، لو هنتكلم على محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم وعمر كمال، كل الناس دي اللي هم طلعوا وظهروا مع المنتخب، حتى مش هقول محمد ابو جابر اكيد طبعا حارس دولي، لكن حتى محمد صبحي خد يعني بيشيل في وقت صعب جدا جدا جدا، وبيشيل الفرقه وما عارفش حتى المنتخب المغربي يشوط عليه شوطه، ولله الحمد يعني كان ممكن يهز ثقته فيه. فالشباب الصغير دي بيبقى فرصته اعتقد ان شاء الله، الشباب الصغير باذن الله يشرفوا النادي الاهلي، ومش مطالبين باكتر ان هم يأدوا بروح قتاليه عاليه. جماهير النادي الاهلي بتقدر ده جدا جدا جدا، انا كنت واحد في النادي الاهلي وعارف لما جماهير النادي الاهلي بتشوف اللعيبه بتموت نفسها في الملعب ولا قدر الله في خساره او تعادل ده بيكون مقبول، لكن اهم حاجه الخبرات كمان على مستوى الخبرات، بنتكلم على لعيبه يمكن اول مره تشوف الاجواء ديت، اول مره تتواجد في كاس العالم للانديه، اول مره تلعب تحت ضغوط، هنلاعب فريق محترم، فريق طبعا مونتريال المكسيكي، فريق كبير، ولكن زي ما بقول ان شاء الله باذن الله بقياده طبعا السيد عبد الحفيظ اللي بيقوم بدور كبير جدا على مستوى اداره الفرقه في جميع الاحوال الاداريه، كمان باذن الله انا متفائل يا محسن ان شاء الله ان احنا يعني مش عايز احط ضغوط على اللعيبه، لكن يعملوا اللي عليهم والجماهير هتتقبل بشكل ايجابي. بالظبط، خصوصا ان فريق مونتيري فريق كبير بيدربوا اجيري كالمدرب المنتخب المصري قبل كده، فالناس او عارف المنتخب او عارف لعيبه مصر هو اكثر درايه بيهم، كل النقط دي بتصب في صالحهم هم للامانه، لكن مفيش شك بالظبط، فعشان كده لكن في النهايه الناس متقبلين ومش طالبين منهم غير انهم يلعبوا بيعملوا اللي عليهم، لان المباراه الاولى هتفرق يعني. المنتخب ان شاء الله باذن الله عفوا الاهلي لو وفق في المباراه الاولى وصعد منها ده هيرجع له بقى التدعيمات الاخرى من اللعيبه الدوليين، يكون رجعوا ان شاء الله من الكاميرون ويقدروا يعني يبقى في سبورت عالي للفريق كله. اعتقد ما حدش هيزعل منهم، الناس عارفه الظروف ومتقبله اي نتيجه بشرط ان انت ما تتخاذلش يعني.
طبعا احنا زي ما متعودين احنا هنا في قناه النادي الاهلي ورا فرقتنا في اي مكان ومتابعين مع حضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين وصول بعثه النادي الاهلي بالسلامه لي ان شاء الله ابو ظبي، والاستعداد لمباراه ان شاء الله يوم السبت امام مونتريه المكسيكي. هنتابع لسه مع حضراتكم كمان بعثتنا بعثه النادي الاهلي، وهنرجع اكيد لمنتخبنا المصري وان شاء الله مباراته امام الكاميرون. خلينا نشوف كل ده بعد الفاصل.